إليك 5 مشروبات صحية بسيطة يمكنك تحضيرها في دقيقة. من المعروف عن المشروبات الطبيعية المحضرة منزليا أنها تساعد في حل أي مشكلة محتملة من زيادة الوزن إلى حب الشباب، ولكن مع وجود العديد من الوصفات المتوفرة قد يصبح الأمر محيرا إلى حد كبير. ولكن لا تقلقي، فهذه المشروبات 5 سهلة التحضير هي كل ما تحتاجين إليه. قبل أن تتعلمي كل شيء عن هذه الوصفات الشهية المعززة للصحة، اضغطي على زر الاشتراك واقرعي جرس الإشعارات لتواكبي مستجداتنا على الجانب المشرق من الحياة. 1. سموذي الموز والشوفان للإفطار. من الجيد دائما بدء نهارك بطريقة إيجابية، لذا هل توجد طريقة للقيام بذلك أفضل من سموذي موز وشوفان لذيذ وغني بالمواد الغذائية على الفطور؟ الموز هو أحد أفضل الفواكه بفضل مذاقه الحلو وفوائده الصحية الكثيرة، فهو يحافظ على توازن مستويات السكر في الدم ويقوي صحة القلب ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أفضل ويزودك بكل الطاقة التي تحتاجينها. الشوفان معروف أيضا بخصائصه المذهلة والتي تشمل كمية وفيرة من الفوسفور والمغنيسيوم والزنك والفيتامينات B1 وB5. ولجعل هذا السموذي ألذ، أضيف القليل من عصير البرتقال، والذي كما تعلمين هو مصدر غني بفيتامين C، بالإضافة إلى ذلك يقوي جهاز المناعة ويخلص الجسم من السموم. ولتحضير هذا الشراب السحري ستحتاجين إلى 1 كوب من الحليب قليل الدسم، 1 كوب من عصير البرتقال، وموزة 1 متوسطة الحجم، وحزمة 1 من الشوفان الفوري. يمكنك أيضا إضافة بعض مكعبات الثلج إن رغبت. قطعي الموزة إلى قطع صغيرة وضعيها في الخلاط مع جميع المكونات الأخرى لدقيقة وانتهينا. اشربي هذا السموذي كل يوم على الإفطار وستلاحظين في وقت قصير التغيرات الإيجابية في مزاجك ومستويات الطاقة في جسمك. 2. البطيخ والخيار للصداع. قد يباغتنا الصداع الشديد والشقيقة على حين غرة أثناء العمل أو محاولتنا إنجاز بعض المهام، وفي هذه اللحظة بالضبط يمكن لهذا العلاج الطبيعي أن يأتي لإنقاذك. لصنع هذا الشراب المخفف للصداع ستحتاجين إلى 1/2 بطيخة، 1/2 خيارة، ملعقة طعام من العسل، وورقتي نعناع. يمكنك أيضا إضافة بعض الثلج إلى الخليط إن رغبت في ذلك. ابدأي بتقطيع البطيخ إلى مكعبات وأزيلي البذور. قومي بتقشير الخيارة وإزالة بذورها أيضا وقطعيها. أضيفي جميع هذه المكونات بالإضافة إلى العسل والثلج في الخلاط، وهذا كل شيء. لا تنسي إضافة ورق النعناع في النهاية. يحتوي البطيخ على الكثير من الماء بالطبع، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم، وكل هذه العناصر المفيدة ترطب جسمك وتعزز عملياته الطبيعية. يتكون الخيار بنسبة 96% من الماء أيضا، والذي يساعد نظام جسمك على العمل بشكل جيد أيضا، ناهيك عن أنه يحتوي على فيتامين B والإلكتروليتات التي تساعد على تجديد العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها جسمك ورأسك المتألم بشدة في تلك اللحظة. في حين يضيف العسل فوائده الصحية بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، تخفف هذه المكونات الصداع على الفور وتذهب إلى حد منع الشقيقة. لذلك إن كان الصداع مشكلة تواجهينها بصورة منتظمة، فيجب عليك بكل تأكيد إضافة هذا المشروب إلى قائمتك. 3. الطماطم والجزر لنمو الشعر. الشعر اللامع والصحي والغزير هو حلم الكثيرين، وأحد الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يرتكبها الناس هي العناية بالشعر من الخارج فقط، في حين ينبغي عليهم معالجة نظامهم من الداخل أيضاً لجعل الشعر يتألق وينمو. هناك الكثير من الوصفات التي يمكنك العثور عليها على الإنترنت، ولكن عصير الطماطم والجزر والخيار هو بكل تأكيد الأفضل على الإطلاق. تحتوي الطماطم على كمية وافرة من الفيتامينات، بما في ذلك الفيتامينات A, B, C, E. هذه الفيتامينات الأربعة هي محفزات ممتازة لنمو الشعر، بالإضافة إلى ذلك الطماطم جيدة في إزالة قشرة الرأس ومنع تساقط الشعر وعلاج رائحة فروة الرأس. بالإضافة إلى ذلك لا تنحصر خياراتك في تناول الطماطم بانتظام فحسب، بل يمكنك أيضا صنع أقنعة بلسم شعر من الطماطم لمضاعفة التأثير.
الجزر مفيد لنمو الشعر أيضا، لأنه يحتوي أيضا على الفيتامينات B, C و E، بالإضافة إلى المغنيسيوم والفوسفور التي تعزز الدورة الدموية في فروة رأسك لتجعل شعرك ينمو بشكل طبيعي. بل حتى أن الخبراء يقولون أن الاستهلاك المنتظم للجزر قد يمنع الشيب المبكر لشعرك. وأخيرا، يعالج الخيار شعرك بمكوناته الطبيعية بما في ذلك السيليكون والكبريت، والتي توقف تكسر الشعر وتجعله أقوى. تحدثنا بما فيه الكفاية عن فوائد هذا الشراب التي لا حصر لها، لنتعرف الآن على كيفية صنعه. أحضري خيارة واحدة، 4 جزرات كبيرة مع قص أطرافها، وحبة طماطم واحدة كبيرة. اخلطي كل هذه المكونات لتصبح عصيرا سلسا رغويا واشربيه. لا توجد أي توجيهات صارمة فيما يتعلق بالوقت الذي يجب أن تشربي فيه هذا المزيج، لذلك يمكنك وضع جدولك الخاص الذي يناسبك. 4. البنجر والجزر لبشرة مثالية. لسوء حظ البعض منا، حب الشباب مشكلة متكررة أو حتى مستمرة تتأرجح دائما من الأفضل قليلا إلى الأسوأ تماما. وإن كنت تواجهين هذه المشكلة أيضا، فإن هذا الشراب قد يمد لك يد المساعدة. كل ما تحتاجينه هو عصير نصف ليمونة، 2 كوب من الجزر الصغير، 2.5 حبات من البنجر الصغير المعلب، 1 تفاحة صغيرة، وقطعة 1 من الزنجبيل. قومي بتقطيع كل هذه المكونات إلى قطع صغيرة، وضعيها في الخلاط واشرب المزيج. شرب هذا المزيج المعجزة يوميا أو مرة 1 على الأقل كل 3 أيام سيمنحك البشرة الصافية التي لطالما حلمت بها، وكل ذلك بفضل مكوناته المذهلة. ينقذ عصير الليمون يومك من خلال تزويد جسمك بفيتامين سي ومكافحة الجذور الحرة، وهذا أمر ضروري جدا لإنتاج الكولاجين، والذي بدوره يمنحنا بشرة صحية ومتألقة. إن كنت تعتقدين أن الجزر مفيد للشعر فقط فأنت مخطئة. تعمل خصائصه المضادة للالتهاب وعناصره الغذائية الحيوية بطرق مختلفة، مما يمنحك توهجا طبيعيا وبشرة خالية من حب الشباب والتجاعيد في نفس الوقت. البنجر مذهل أيضا، فهو يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة الفعالة للغاية في تخفيف فرط التصبغ والخطوط الدقيقة ولون البشرة غير الموحد. التفاح ليس لذيذا فحسب، بل يعتبر مصدرا غنيا بفيتامين إي، والذي يمنح دفعة جيدة من الرطوبة للبشرة الجافة أو التي تعاني من قلة الترطيب، ويفتح البشرة الباهتة ويجعلها متألقة، ويزيل العلامات الأولى للشيخوخة التي يتوجب على الكثير منا التعامل معها، فيما يجعل الزنجبيل هذا المزيج أكثر فعالية، خاصة إن كنت تعانين من حب الشباب، لأنه يعالج التهيج والإحمرار بسرعة. ليس سيئا لشراب محضر منزليا، أليس كذلك؟ لجميع هذه الأسباب يستحق هذا الشراب بكل تأكيد منحه فرصة. لجميع هذه الأسباب يستحق هذا الشراب بكل تأكيد منحه فرصة. يمكن أن يصبح بسهولة المنقذ لبشرتك وصديقك المقرب. 5. الجريب فروت والخيار لخسارة الوزن. خسارة الوزن ليست بالسهولة التي نتمناها، فهي تتطلب الكثير من الوقت والجهد، ومع ذلك فإن هذا الشراب يمكنه مساعدتك بالتأكيد في الحصول على جسمك المثالي عاجلا لا آجلا. لا حاجة إلى تناول الحبوب أو اتباع حمية أو ممارسة تمارين مرهقة. المكون الأقوى في هذا المزيج هو الجريب فروت، فهو يحتوي على إنزيم يسمى بروتين كيناز المنشط AMP. هذا الإنزيم ذو الاسم الفريد يساعد جسمك على معالجة السكر، وبالتالي يحفز عملية الأيض، ونتيجة لذلك تنخفض سعراتك الحرارية بسرعة. يزيل الخيار السموم من الكبد ويطرد جميع أنواع السموم والمواد الضارة من جسمك، مما يجعله أكثر صحة ونظافة، كما أنه يزودك بالترطيب اللازم، مما يحسن عملية الأيض أيضا. المكونات المهمة الأخرى لهذا الشراب هي النعناع والليمون، ونعم ليست مفيدة لبشرتك فحسب بل لخصرك أيضا. للنعناع تأثير إيجابي على عملية الهضم، وهو أمر مهم للحفاظ على لياقتك، في حين يجعلك عصير الليمون تشعرين بالشبع لوقت أطول، مما يمنعك من الإفراط في الأكل والاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية. لجعل هذا الشراب جزءا من روتينك اليومي، أحضري حبة جريب فروت متوسطة الحجم، شرائح نصف خيارة، شرائح ليمونة واحدة، وبعض أوراق النعناع. قطعيها جميعا وضعيها في الخلاط مع 2 كوب من الماء، وانتهينا.
يمكنك شرب هذا المزيج كله مرة واحدة في اليوم أو تقسيمه خلال اليوم. أيا كان خيارك سيعجبك بكل تأكيد ما سيفعله لجسمك. هل تعرفين أي مشروبات منزلية أخرى لذيذة وفعالة للصحة؟ أخبرينا في قسم التعليقات أدنى، ولا تنسي منح هذا الفيديو إعجابا، شاركيه مع صديقاتك وانقري على زر الاشتراك هذا، وابقي دائما على الجانب المشرق من الحياة.